أهلا بكم مشاهدينا، وعيد أضحى مبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. معكم في هذه التغطية ونافذتنا اليومية لتطورات الأوضاع في السودان، ونستهلها بأجواء عيد الأضحى المبارك، إذ أدى جموع المصلين صلاة العيد في العاصمة السودانية الخرطوم والمدن السودانية الأخرى، وعبر عدد من السودانيين عن آمالهم في أن تتوقف أصوات البنادق وتخمد النيران ويعم السلام في بلد انهك أهله بين نزوح وانقسام ووضع اقتصادي مزر. معنا عبر الانترنت من أحد مخيمات النزوح في مدينة بور سودان وضاح الطاهر مراسل الجزيرة مباشر، ومعنا أيضا أحمد عيسى. نتابع بداية مشاهدين هذا التقرير. من أجل ذلك أن الإنسان الحاجة يتذكر يوم الحشر. ولا السنة الفاتت ولا السنة اللي قبليها، يعني الحمد لله رب العالمين. الحال يغني عن السؤال، يعني عدم مويه وعدم كهرباء لقرابه 3 شهور، وحاليا نفقد المويه، الناس الليله عدم من عدم الماء، احتمال كبير في ناس يكونوا تيمموا عديل من عدم المويه. يعني عيد غايته الحمد لله ماشي الحال، يعني عيد ما يعني ما العيد اللي احتدنا عليه، يعني انت تمشي تجيب الخروب بتاعك وتطبخه وتقعد مع اولادك، ده كله فقدناه. يعني فقدنا الاسره، ده كله فقدناه. فقدنا الاصحاب برضه. يعني العيد في العيد يعني عيد علينا صعب شديد والله. ما في عيد اصلا، ما في خرفان، ما في فرحه. الناس قاعده في بيوتها، حتى الناس اللي فرشت بيوتها وجهزتها وهيئتها يعني ما فرحانه. عملتها كده بوجوبنا، هي خلاص بكره في صلاه، والناس كانت حريصه علينا انها تمشي الجامع وتصلي وتدعي وتبتهل لربها سبحانه وتعالى انه سخر الامر وانه السنه الجايه تكون سنه افضل. الأمة الإسلامية بخير، والشعب السوداني إن شاء الله يتعافى من هذه المهنة. وطبعا نحن في الجريف غرب، والله يعني في معاناة من مياه وفي معاناة من يعني الأضحية، ما في ولا أزعار باهتة شديدة يعني. طبعا لله وربنا يصلح الحال، نتمنى من الله ربنا يصلح الحال وربنا يعود السودان زي الأول ويعودنا كلنا وبخير إن شاء الله، كلنا نكون بخير وصحة جيدة إن شاء الله. ربنا يزيل الحرب وربنا يزيل البلاء وربنا يثبت أقدامنا وربنا يثبت أقدام القوات المسلحة وربنا ينصرنا في بلادنا يعودنا لوطننا. بارك الله فيكم ويجزيكم الله خير. القبل على أمانيكم ينادى علينا بالخير والبركة إن شاء الله يا رب العالمين، وربنا يجمع الشمل ويرحم الأموات والشهداء إن شاء الله يا رب العالمين، وربنا يدي العافية إن شاء الله يا رب العالمين، وربنا يلم شملنا. تحايا للأهل كلهم، كل سنة وهم طيبين. نتقدم بالتهاني والتبركات بحلول عيد الأضحى المبارك، عاد الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وتهانينا وتبركاتنا كل الأهل لكل السودان، تحياتنا لهم برا وداخل وبرا وخارجي، لكل الأهل تحياتنا لهم جمعا الحمد لله. ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا نصارى ولا غيرهم من الكفار يا رب العالمين، فنحن أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ولهذا يجب عليكم يا عباد الله أن تجتنبوا ذوات العيوب الكبيرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر. ننقل الصورة من عدة مناطق، وينضم إلينا من أحد مخيمات النزوح في بور سودان مراسلنا وضاح الطاهر، وكذلك ينضم إلينا من الضعين شرق دارفور الصحفي أحمد عيسى، ورحب كذلك من مدينة الدبة شمال السودان بمراسلنا أو صحفي عمار حمزة. أرحب بكم جميعا، وأبدأ معك وضاح الطاهر، انقل لنا الصورة لديك من بور سودان. مع
مرحبا وكل عام أنت بألف خير وجميع الأمة الإسلامية، وعد الله علينا والأمة الإسلامية تنعم بالأمن والوحدة والسلام. اليوم العيد وأجواء العيد هنا في ولاية البحر الأحمر وتحديدا في مدينة بورسودان كانت بمثابة عزيمة صلبة وكذلك إصرار ومقاومة جبارة من قبل السودانيين لمقاومة الظروف الصعبة والمعقدة والمعقدة للغاية نتيجة للظروف الإنسانية الصعبة التي تشهدها البلاد هذه الأيام نتيجة للحرب. منذ ساعات الصباح الأولى بدأ السودانيون في النزول إلى ساحات العيد المختلفة هنا في مدينة بورسودان. ساحة الاستاد التي نقلنا منها اليوم صلاة العيد امتلأت بالكامل بجموع المصلين المهللين والمكبرين تعظيما لشعائر الله سبحانه وتعالى بحلول عيد الأضحى المبارك. وبعد انتهاء الصلاة تحدثنا مع عدد من المصلين السودانيين وقالوا لنا إنهم لم يكونوا يتوقعوا في أسوأ احتمالاتهم أن يأتي هذا العيد الرابع والحرب ما زالت مستمرة، خاصة النازحين يقولون إنهم كانوا يتمنوا أن يعيدوا هذا العيد في منازلهم وبالقرب من ذويهم وكذلك بالقرب من التفاصيل التي كانوا يعيشونها قبل اندلاع الحرب في منازلهم. أنا الآن في أحد مراكز الإيواء وسأقترب أكثر لنتعرف على يعني أجواء العيد اليوم وكيف مر أول يوم للعيد على النازحين هنا. كل عام وأنت بألف خير. وأنت بخير وربنا يحقق الأماني ويزيد الجميع. طيب حدثنا كيف مر أول يوم للعيد؟ هل مر كسائر الأيام أم أنه كان عيد اسما على مسمى؟ والله الحمد لله كالعادة عيدنا كالعادة كأنه في منازلنا ونعاني إلا من القيم والسخانات والحياة دي بس. المعاناة بتجي في الحياة دي لكن الواحد كأنه في بيته يعني. هل نفس الاستعدادات نفس التجهيزات اللي كنت بتقوم بها في بيتك هنا كانت موجودة؟ والله ما كانت موجودة يعني 100% لكن الحمد لله الحمد لله على الموجود عندنا يعني عيدنا كالعادة تعظيما لشعائر الله سبحانه وتعالى. نعم نعم والحمد لله يعني عيدنا كأنه الواحد في منزله يعني. ونتمنى انه كان يكون عيد عند منازلنا. الحمد لله. الحمد لله. كل عام انت بألف خير مرة ثانية. وانت بخير وربنا يحقق الأمان ان شاء الله. ان شاء الله. ناخذ إفادة أخرى مع أحد النازحين. كل عام انت بألف خير. وانت بألف خير ان شاء الله يا رب وعم الأمن والسلام في البلاد ان شاء الله. ان شاء الله. حديثنا كيف استقبلت يعني كيف مر أول يوم في العيد وكيف استقبلت العيد؟ والله مر يوم العيد انه يوم عصيب علينا غايته والحمد لله انه عيد الخرطوم ما بيتعوض. لكن الحمد لله الناس رضت بالواقع والحاصل. نتمنى إن شاء الله العيد الجاي الناس تعيد في بيوتهم إن شاء الله. طيب الفرق شنو بين عيد الخرطوم والعيد هنا؟ والله عيد الخرطوم يعني هنا أي ولاية لها عادات وتقاليد مختلفة. لكن غايته الحمد لله إنه اليوم عدى والناس شايف إنه بقت مجتمع واحد. لكن غايته ربنا إن شاء الله يرفع عنا هذا البلاء ومصر يتعيد بالخرطوم إن شاء الله. هل قمت بتجهيزات بتفاصيل معينة كنت تقوم بها في منزلك هنا في هذا المخيم؟ والله يعني بعض التجهيزات يعني ما زي في العام الماضي لكن الحمد لله غيته ونحمد الله على كل حال. تتمنى شنو طيب في الأيام المباركة دي؟ والله أتمنى إن الناس إن شاء الله ترجع بيوتها إن شاء الله الناس العيد الجاي تعيد في بيوتهم إن شاء الله يا رب ويوم الأمن والسلام ربنا يرفع عنا هذا البلاء إن شاء الله. إن شاء الله. نواصل في هذه الإفادات مشاهدينا الكرام. كل عام أنت بألف خير. وانت بخير ربنا يحقق الأمان إن شاء الله والصحة والسلامة لكل السودانيين خارج وداخل البلاد. بنقول لكم كل سنة وانتم طيبين وإن شاء الله العيد الجاي كلنا في بيوتنا يا رب إن شاء الله. كيف مر أول يوم في العيد؟ والله كويس لكن بدون الأهل ما حلو شديد الحمد لله. طيب أكثر حاجة فقدتيها شنو هنا لما الأهل لما الأقارب زياراتي هنا عملت شنو بالضبط اليوم؟ لما الأهل والله أكثر حاجة مشينا عيدنا لأهلنا هنا لكن يعني فاقدين أهلنا اللي هناك اللي كنا بنعيد معهم وأطفالنا برضو فاقدين أهلنا وأخواننا اللي كانوا بيعيدوا معنا كل سنة وفاقدين أصحابنا وجيراننا وكلهم. لكن هنا الحمد لله إنه لقينا أصحاب جداد وأهل الحمد لله.
الحمد لله. كيف اليوم مرة؟ الحمد لله كل سنة وأنتم طيبين وربنا يحقق الأمان ويصلح حال السودان يا رب العالمين، والناس ترجع وتعيد في أو تستقر في بيوتها وتلقى الأهل والحمد لله. طيب اليوم ما أكثر شيء فقدتي يعني فقدتي شنو الليل؟ والله فقدنا أمهاتنا وأخواننا وجيراننا والحمد لله ومرة على خير والحمد لله، يعني مع الناس اللي قاعدين معاهم يدعونا معاهم بيقولين يعني أهل وأخوان وأي شيء، لكن فاقدين أهلنا شديد والله. طيب البرامج اليوم الليل عملتوا برامج رأي ترفيهية خاصة إنه المخيم ما شاء الله مليء بالأطفال، هل خلقتوا نوع من البهجة بالنسبة لهم؟ لا والله يا هم خيتوا بس أولادنا لقوا أصحابهم ديل عيدوا وفرحانين الحمد لله، لكن مع السخانة دي بس كتمة مع الخيم والهناية دي سخانة شديدة والحمد لله على كل حال. الحمد لله. كل عام أنت بألف خير. وأنت بألف خير، صحة والسلام وربنا يحقق الأمان ويرجعنا لبيوتنا سالمين ويحقق الأمن في السودان في الخرطوم إن شاء الله. كيف مرة أول يوم في العيد؟ هل مرة كباقي الأيام أم أنه كان عيد اسمه العالم سمع؟ أول يوم في أيام العيد فاقدين أهلنا وفاقدين جيراننا وفاقدين أصحابنا وفاقدين بيوتنا والدفء اللي كان فيها والحنان وكل شيء والجيران، ونحن هنا في هذه الخيام. الخيام طبعا ساخنة جدا في درجة حرارة أعلى من 55 درجة أو أكثر، وهي يعني مكان صغير وبسيط جدا بالنسبة للأسر كبيرة كانوا في مدارس، وحاليا المدارس فتحت ونحن هسي في هذه الخيام، يعني شبه إننا بلا مأوى أو عبارة عن إننا ما مستحين فيها، ورب يحقق الأمان ورجعنا سالمين إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إذن هي أمنيات يتمناها عدد من النازحين سواء كانوا نساء ورجال، نأخذ أكبر قدر من الإفادات. كل عام أنت بألف خير. وأنت بألف خير وكل سنة وأنت طيبين، ويعود علينا العيد إن شاء الله بالخير واليمن والبركات. أحكي لي كيف استقبلت الليلة أول يوم في العيد، كيف مرة، خصوصا إنك قد تكون فاقدة عدد من التفاصيل. والله فعلا فاقدين عدد كبير من التفاصيل، لكن يعني العيد عيد ربنا سبحانه وتعالى، نحن لازم نفرح به، غير كده نحن عندنا أطفال هم بيستمدوا القوة مننا نحن، يعني نحن لما ننهار ونبكي يعني هم أكيد حيتأثروا، وهم في تفاصيل فاقديننا أكثر مننا نحن. نحن الناس الكبار يعني بنتحمل، لكن الأطفال ما بيتحملوا، يعني في حاجات كثيرة هم فاقديننا. يعني أحكي لي من الصباح لما سمعت التكبيرات والتهليلات إحساسك كان كيف؟ والله مشيت بإحساسي وبخيالي كله لبيتي ومدينتي اللي أنا كنت فيها الخرطوم، يعني تخيلت نفسي بجد أنا هناك، لكن للحظة تانية رجعت استوعبت إني أنا قاعدة هنا في مركز في إيواء في بور السودان، فيعني كانت حسرة، لكن بالرغم من كده زول يتمالك نفسه وقمنا وهو استقبلنا العيد والحمد لله. طيب عملتوا شنو اليوم من الصباح؟ عملتوا شنو يعني اليوم بتاعكم كان كيف؟ والله أول طبعا هنينا بعض كلنا، يعني كنا في انهيار تام، الناس بتبكي، يعني أغلبية الأخوات كانوا فاقدين أهلهم وفاقدين أمهاتهم، يعني كان الوضع الصعب شديد بالنسبة لنا كلنا، يعني بالرغم من كده نحن ساندنا بعض وقفنا مع بعض وهنينا بعض وأخذنا جولة داخل مركز الإيواء وهنينا بعض والحمد لله اليوم مرة بسلام. اليوم مرة. طيب أمنياتك شنو؟ أمنياتي إنه الحرب تقيف والناس ترجع زي ما كانت ونرجع بلدنا، نرجع إن شاء الله زي ما كنا والحمد لله. يعني وأنا من هنا بهني أهلي وأخواني وأخواتي وكل الشعب السوداني داخل وخارج السودان، وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، وبهنيكم أنتم وأقول لكم كل سنة وأنتم طيبين وأنت طيبة إن شاء الله. أحكي لي كيف استقبلت العيد، كيف مرة أول يوم في العيد؟ والله الحمد لله طبعا فرحتنا كانت ناقصة بدون أهلنا وكده، ولما طلع أهل والأحباب والأصحاب، لكن يا هو الواحد بحاول يتماشى في ظل الظروف الصعبة زي دي، والناس تتكاتف، ويعني ربنا بدل أهل جديدة وأصحاب جديدة، نتمنى إن شاء الله السنة الجاية نعيد في ديارنا وفي بيوتنا والحرب تنتهي والحصل ده إن شاء الله ما يتكرر يا رب. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. خلينا نأخذ إفادة من إحدى الأطفال
كل عام انت بألف خير يا معلم. خير. انت بألف خير وصحة وعافية. كيف كان العيد؟ احكي لي. حلو. العيد كان كيف اليوم؟ حلو. كان حلو؟ طيب عندك اصحاب هنا ولا ما عندك؟ وريني عملتوا شنو الليلة من الصح من الصباح؟ عيدنا. اها. طيب لعبتوا؟ ما مشيتوا لعبتوا؟ ما اشتريتوا حاجات؟ فدنا. اها. مشينا. يعني فرحان انت؟ اه. الحمد لله الحمد لله. اذا هي امنيات حياة يتحدث عنها الكبير قبل الصغير في هذا المخيم الذي نتواجد فيه الآن. يقولون إنهم يفتقدون لذويهم. نعم. لأقاربهم لتفاصيلهم والتجهيزات التي كانت تسبق العيد عيد الأضحى المبارك. ويقولون إنهم كان ذلك لافتا جدا وضاح فيما قالته تلك السيدة التي قالت إنها يعيشون. مشت بإحساسها إلى حيث كانت تسكن في الخرطوم وشعرت صباحا وكأنها في الخرطوم. يعني أن تتحول وأن تنتقل من منزلك الذي تستثمر فيه وتجمله وتجعله في أبا حلة لاستقبال أهلك ومحبيك إلى أن تكون في خيمة في مركز إيواء، هذا ليس سهلا على أهلنا في السودان. اسمح لي وضح بأن أذهب إلى شرق دارفور مدينة الضعين وأستمع من زميلنا الصحفي أحمد عيسى، كيف كانت أجواء اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك لديك في الضعين؟ مرحبا حياة، وكل عام وأنتم بخير، ومرحبا بكل الزملاء في بورت السودان وكذلك شمال السودان. اليوم هنا في إقليم دارفور، دعيني أبدأ بالمشهد الميداني أو التطور الميداني باعتبار أن هذه التطورات متسارعة الوتيرة هنا، حيث شنت مقاتلة حربية تابعة للطيران الحربي السوداني صباح اليوم على مواقع تمركزات قوات الدعم السريع بمدينة الفاشر، ولكن عاد الهدوء إلى هذه المدينة التي تعتبر النقطة الأسخن هنا في إقليم دارفور، ومع تخوف الأهالي من تجدد المواجهات، خصوصا وإذا استصحبنا أن مقتل أحد أبرز قيادات قوات الدعم السريع في ولاية شمال دارفور اللواء علي يعقوب، ويتخوف الأهالي من أن تندلع المواجهات وتكون هناك ردود فعل شاملة من قبل قوات الدعم السريع. أما بالنسبة لأجواء العيد في إقليم دارفور فهي لا تكون بعيدة مما كانت عليه في مركز إيواء بور السودان، حيث الزميل وضاح الطاهر، لأن كما تشاهدين أنا الآن أقف في الشارع العام ولا مظاهر للعيد ولا حتى الأطفال الذين اعتدنا أن نراهم في أمسيات الأعياد وكذلك في الصباح الباكر. اليوم هنا المشهد حزين للغاية في كل مناطق دارفور المختلفة، حتى التي لم تشهد اشتباكات مثل هذه المدينة وهي مدينة الضعين، بها الأجواء وصفها العديد من تحدثنا إليهم بأنها غير أجواء العيد التي ألفوها، وكذلك أجواء وعذر لي الكلمة أنها أجواء مسيخة للغاية حسب ما تحدث. وأنا هنا أقف في أحد مخيمات النازحين بشمال مدينة الضعين، وهو مخيم قديم للغاية منذ العام 2003 وانعدمت فيه مظاهر العيد، كذلك لا مظاهر للعيد بصورة عامة في إقليم دارفور، والأوضاع الإنسانية تتصاعد يوم بعد يوم هنا في إقليم دارفور. مطالبات الأهالي كذلك بدخول المنظمات الإنسانية هي أيضا في القائمة، كذلك هناك قبل يومين دخلت مساعدات إنسانية قليلة جدا لأكبر مخيمات إقليم دارفور، هو مخيم كلمة للنازحين، لكنها لا تفي بالغرض المطلوب نسبة للحوجة الكبيرة حياتنا في إقليم دارفور. عليه الأوضاع الإنسانية وكذلك أوضاع الحرب، وكل هذه الأوضاع اجتمعت وخلفت هذا الواقع الذي ترونه من خلال شاشة الجزيرة هنا في إقليم دارفور. لا مظاهر للعيد، وهذا العيد هو الرابع يمر مرور الكرام كما يقولون، وبعض الذين تحدثوا إلى الجزيرة مباشر قالوا أن العيد هو أحد شعائر الدين وهم يقومون بها شعيرة فقط، لكن لا مظاهر ولا طعم للعيد كما تشاهدون في كادر الكم. نعم أحمد، الصورة يعني تحديدا في دارفور وبعد ذلك عندما نتحدث عن ما الذي يحدث في الفاشر قاتمة كثيرا فيما يتعلق بالأوضاع، ولكن اسمح لي بأن أنتقل إلى الصحفي عمار حمزة في مدينة أدبة شمالية السودان لأستمع من عمار أيضا كيف بدت الصورة وكيف استقبل السودانيون العيد في المناطق الشمالية. إليك يا عمار. شكرا جزيلا وكل عام وأنتم بخير، وتحية كذلك للزملاء
معي في هذا المباشر من بور السودان ومن إقليم دارفور. بالتأكيد النازحين هنا في الولاية الشمالية شمال السودان والمواطنين عاشوا لحظات العيد السعيد منذ الساعات الأولى من صباح هذا اليوم. بدأ تواخد الآلاف من النازحين والمواطنين إلى الساحات العامة والمساجد لأداء فريضة صلاة عيد الأضحى المبارك وأيضا حضور خطبتي العيد في المساجد والساحات العامة. الجميع هنا في الولاية الشمالية يحمل آمال وتطلعات بأن تعود هذه المناسبة والسودان ينعم بالأمن والاستقرار. على المستوى العام الولاية الشمالية تشهد هدوءا واستقرارا، وذلك بفضل جهود اللجنة الأمنية على مستوى الولاية الشمالية وكذلك على مستوى المحليات. حكومة الولاية الشمالية وضعت قبيل عطلة عيد الأضحى المبارك خطة محكمة لتأمين مداخل الولاية ومخارجها. الجميع بالتأكيد أدى صلاة العيد اليوم في الساحات العامة وفي المساجد الولاية الشمالية، ومنذ زمن بعيد تشهد أمنا واستقرارا، خاصة وأنها يعني تحادد ولاية القرطوم وإقليم دارفور، هذا الإقليم الذي يشهد معارك ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إضافة إلى العاصمة القرطوم. اللجنة الأمنية، القوات المسلحة، الشرطة، جهاز الأمن، المستنفرين، الكتائب المساندة للقوات المسلحة، جميعهم يعملون هنا في الولاية الشمالية لتأمين هذه الولاية. على الوضع الإنساني هنا في الولاية الشمالية وفي مراكز الإيواء، ربما أنه لا يختلف كثيرا عن ولاية البحر الأحمر أو ولاية القرطوم أو غيرها من الولايات التي استضافت عدد كبير جدا من النازحين. درجات الحرارة بالأمس واليوم هي مرتفعة جدا، ربما تفوق الأربعينيات هنا في مدينة الدقة وعموم مدن الولاية الشمالية. إذن التفاصيل، تفاصيل العيد هنا في الولاية الشمالية وبالتحديد في محلية الدبة، تفاصيل جميلة جدا عاشها النازحون والمقيمين هنا في الولاية الشمالية بكل تفاصيلها رغم مرارات الحرب. نعم، لعل هذه الصورة تنطلق إلى صور المدن والمناطق الأخرى بإذن الله. شكرا جزيلا عمار حمزة، كنت معنا من الدبة شمال السودان، والصحفي أحمد عيسى كنت معنا من الضعين شرق دارفور، وكذلك زميل وضاح طاهر كنت معنا من أحد مخيمات النزوح من مدينة بور السودان. وفي مدينة الفاشر لم يتخلف السودانيون عن أداء صلاة عيد الأضحى المبارك ورغم الحرب والحصار المضروب على المدينة. توفد المصلون إلى المساجد والساحات تعظيما لعيد الأضحى المبارك، وهنأ سكان الفاشر بقية السودانيين بالمدن الأخرى بحلول عيد الأضحى، وعبر السودانيون بمدينة الفاشر عن آمالهم في وقف الحرب وعودة السلم إلى المدينة التي عانت من الأمرين، أوضاع اقتصادية صعبة وحرب تحول دون وصول المساعدات. ينضم إلينا عبر الإنترنت من الفاشر الصحفي معمر إبراهيم. ولكن معمر، قبل أن نبدأ هذا النقاش أريد أن أنقل أيضا هذا الخبر، حيث يأتي هذه الأوضاع وتأتي هذه الأوضاع في الفاشر فيما تجدد الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع صباح اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك في محاور عدة بالعاصمة الخرطوم وفي مدينة الفاشر غربي البلاد. وفي الأثناء أدى رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أدى صلاة العيد عيد الأضحى بمحلية القنبة بولاية البحر الأحمر، وكان البرهان قد أكد في منشور بمنصة إكس ثقته بالنصر الكامل في الحرب، وقال البرهان إنه يزداد ثقة ويقينا بتحقيق النصر الكامل فيما سماها معركة الكرامة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، معربا عن ثقته في عودة الوطن بكامل عافيته، آمنا قويا وموحدا ووطنا للحرية والسلام والعدالة حسب قوله.
وفي كلمة مسجلة بمناسبة عيد الأضحى، أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميتي أعلن ترحيبه وبلا تردد بجميع المبادرات الإقليمية التي تهدف إلى تحقيق السلام الشامل واستعادة مسار الانتقال الديمقراطي في السودان. لقد أكدنا من قبل ونقولها اليوم وغدا أننا نرحب بلا تردد بجميع المبادرات الإقليمية التي تهدف إلى تحقيق السلام الشامل واستعادة مسار الانتقال الديمقراطي في السودان، وسوف نسافر إلى أي مكان في العالم بحثا عن السلام الذي يوحد السودانيين، لأننا لسنا دعاة حرب ولم نشعلها، وليس لنا ولا لشعبنا أي مصلحة في استمرارها، ولذلك سوف تظل أيادينا ممدودة دوما للسلام. كما وأكد محمد حمدان حمتي أن الدعوات إلى ما يسمى بالمقاومة الشعبية ما هي إلا غطاء لمشاركة كتائب الحركة الإسلامية في الحرب، وأوضح قائد قوات الدعم السريع أن ما حدث في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور من تصعيد تتحمل نتيجته الحركات المسلحة التي فارقت الحياة والحياد واختارت الانحياز للجيش على حد تعبيره. فلنتابع. لا يخفى على الجميع أن الدعوات إلى ما يسمى بالمقاومة الشعبية ما هي إلا غطاء لمشاركة كتائب الحركة الإسلامية في الحرب، ولذلك لن نتهاون في مواجهة هذه الجماعات الإرهابية التي تهدد مستقبل بلادنا، ونحذر بشدة هذه الجماعات من محاولات الإقحام المواطنين العزل في الحرب أو استخدامهم دروعا بشرية، ونشير إلى أن ما حدث في منطقة ود النورة بولاية الجزيرة هي معركة عسكرية بين قواتنا وقوات للجيش وكتائب الحركة الإسلامية والمستنفرين وجهاز الأمن، وقد استطاعت قواتنا بفضل الله من حزمهم ولا مجال لأي مزايدة سياسية. إنما حدث في الفاشر من تصعيد تتحمل نتيجته حركات الارتزاق المسلحة التي فارغت الحياد واختارت الانحياز لجلادها وهاجمت قواتنا حيث لم يكن أمامنا إلا الدفاع عن أنفسنا. مزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الإنترنت من إسطنبول عامر حسن عباس الخبير الأمني والاستراتيجي، وينضم إلينا عبر الإنترنت من علي مجوك مستشار قائد قوات الدعم السريع. أرحب بضيفي وأبدأ بك سيد عامر. سيد عامر، هذه الكلمة لقائد قوات الدعم السريع التي يتحدث فيها عن ترحيبه بأي مبادرة، بل ويسرد ويؤكد أن قوات الجيش أو أن قيادة الجيش هي التي سحبت وفد مفاوضيها من جدة لأنها أيقنت أن المفاوضات ماضية إلى إرساء السلام وإلى وقف هذه الحرب. كيف تنظر إلى ذلك؟ هل يتحمل الجيش مسؤوليته مفردا فيما يتعلق باستمرار الحرب وعدم الوصول لاتفاق سلام؟ بداية التحية لك أستاذ حياة ولمشاهدي قناة الجزيرة أينما كانوا، وكل عام وأنتم بخير. نتمنى ونسأل الله أن يعود هذه المناسبة وكل بلاد المسلمين في أمن وأمان السودان وفلسطين. وأقول أن قائد ميليشيا التمرد حميتي دأب على الكذب، وقال في صبيحة يوم الانقلاب والتمرد في 15 أبريل أنه أمام القيادة بوابة القيادة العامة، وأنه بصدد استلام السلطة واستلام البرهان وتوقيع الاتفاق الإطاري. فبالتالي يعني الحديث عن أنه يحارب في كتائب الكيزان في أنه يعني يتحدث عن المقاومة الشعبية التي تحمي وتحاول أن تحمي المواطنين من وحشية الدعم السريع الذي دخل إلى بيوت السودانيين وأزل كبرياءهم ونهب أموالهم وسحل أرواحهم، يعني هذا خطاب صراحة بعد عام وزيادة من الحرب أصبح مكشوفا الآن. يعني كل الأحداث على أرض الميدان معروفة. قوات الدعم السريع قامت بمجزرة في الجنينة وقامت بتصفي على أساس إثني وقبلي. الآن بعد أن قتل قائد هذه القوة في دارفور علي يعقوب، الآن تقوم بتصفيات كذلك على أساس قبلي في نيالة، كذلك هي تسلك هذا السلوك يعني تجاه كل المواطنين السودانيين. فبالتالي الذهاب إلى السلام كان أمامهم فرصة في منبر جدة، ولكنهم رفضوا أن ينفذوا الاتفاق الموقع في 11 مايو من العام الماضي. فبالتالي هذه الميليشيا تصر على البقاء في بيوت المواطنين، تصر على البقاء في المستشفيات العامة، وكانت تنكر ذلك عبر الإعلام، ولكن الآن ثبت أنها كانت موجودة في الإذاعة والتلفزيون وتتخذها قيادة لمنطقة أمدرمان
ثبت أنها موجودة في مصفات الجيلي بادعائها وبكلام غادتها ووجودهم على أرض هذه المصفات المنشأة المدنية، ثبت دخولهم إلى مستشفيات الأطفال ومستشفى الجنوبي ومستشفى الفاشل التعليمي، ثبت وجودهم في مستشفيات الدايات مستشفى الولادة في القرطوم وعدد من المرافق العامة مرافق الكهرباء في الفاشل. فبالتالي هذه الميليشيا هي التي تمارس حربا ضد المواطنين وضد الخدمات العامة، وهذا الكلام يعني الذي يريد السلام لا يذهب إلى القرى الآمنة ويروع المواطنين. الأحداث في ود النورة لم نرى مقاتلا واحدا يعني بزي العسكري مقتول في هذه يعني فيما يتعلق بود النورة تحديدا. في حديث قائد قوات الدعم السريع هو أكد أن ذلك كان بسبب مشاركة كتائب الحركة الإسلامية. وفي هذا الصدد دعني أذهب إلى ضيفي سيد علي مجروك. سيد علي، تحدث قائد قوات الدعم السريع بكلمة تحدث فيها عن استعدادهم عن استعداد الدعم السريع لوقف الحرب باتفاق سلام ومحاولة ولات الدعم السريع السابقة، ولكنه تجاهل قرار مجلس الأمن الذي يطالب بشكل واضح وصريح قوات الدعم السريع بفك حصار مدينة الفاشر وانسحاب المقاتلين من مدينة الفاشر تماما ونهائيا، بل وذهب إلى أبعد من ذلك بتحميل الحركات الإسلامية مسؤولية ما يحدث في الفاشر وكذلك المجزرة التي وقعت في ود النورة. طيب، أول حاجة أختي الكريمة حياة، كل عام وأنتم خير وكل مشاهدين الكرام، ومن هنا أيضا نرسل هذا العيد إلى شعبنا المنكوب، هذا الشعب الذي عانى من 1943 من قبل هذه العصابة التي خرجت ضباطها من كلية التي صنعها المستعمر، وهي تقاتل زهاء 50 عاما في الجنوب وتقتل في الجنوب وتقتل في دارفور، وهذه المعسكرات في دارفور. يا أختي الكريمة، خطاب الأخ الفريق محمد حمدان دوغلو واضح واحد، حدث في أنهم مع السلام مع 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 أي منبر في السلام. بالتالي منبر المنامة ذهب إليه الكباشي بأمر وبتعليمات من غائد الميليشيا الإرهابية الإسلامية الموجودة في هنا اللي هو البرهان، ووقع على الوثيقة الأساسية وسؤال سؤال مباشر يا من قبل الفريق محمد فريق عبد الرحيم، يا اخي نحن لو وقعنا هذا الاتفاق هل البرهان سيد مجروك، يعني اسمح لي بمقاطعتك في هذه النقطه. عندما تحدثوننا سواء انتم او متحدثي الجيش، اسمح لي، عندما تحدثون عن ما يحدث في أو ما حدث في المنامة أو في جدة، فنحن لا وسيلة لدينا للاطلاع على التفاصيل الداخلية، ولكن سؤالي إليك كان بخصوص قرار مجلس الأمن. هذا قرار معلن وواضح، لماذا لم تنفذ قوات الدعم السريع هذا القرار بفك حصار الفاشر وانسحاب قواتها؟ الأخت حياة، أنت لم تقاطع الضيف النهائي، فرجاء خلينا أكمل كلمتي لو أسمحت. ثانيا، نؤكد أن عند رجوع الكباشي مباشرة، لأن البرهان تدير هذه العصابة الإسلامية الآن التي تتحدث أولا تتحدث باسم الأمة الإسلامية في الخارج وتتحدث باسم غزة وغيره، وبالتالي السودان بالنسبة لهم في المرحلة ورفض هذا الاتفاق. وبالتالي أنا أؤكد لك تماما أن التعليمات وتوجيهات الفريق أول محمد حمدان دوغلو واضحة في هذا المجال. ثانيا، ما يجري في الفاشل، نحن بنفتكر في أنه بعد أن هزم الجيش في الخرطوم وهزم في الجزيرة وهزم في كل المواقع، لجأ إلى تجيش الحركات المسلحة، وبعد أن ضعفت الحركات المسلحة مهما كان رجع إلى 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 تجيش بعض المجتمعات داخل مدينة الفاشر. وأنا بأكد لك ما يحصل في الفاشر لا علاقة له بالمواطنين، هو تحرير الفاشر من عصابة الحركات المرتزقة ومن الرقعة الصغيرة النص كيلو متر مربع التي تديرها الاستخبارات العسكرية آخر من تبقى في دارفور ويتم تحريرها. ثانيا، في أمر واضح بالنسبة لنا نحن ما يخص المجتمع الدولي، مجلس الأمن الأمم المتحدة، نحن جزء من المجتمع الدولي، ما قرارات المجتمع الدولي نعم، ولكن نقول كالآتي: واحد، أن المجتمع الدولي أخي يجب أن يتجه مباشرة إلى وقف الطيران الذي يقتل المدنيين ويقتل الأبرياء ويقتل المواشي. أنت ذكرتي قبل شوية أنه حتى المواطنين يا أخي الكريمة لا يلغون ما يضحوا به، لماذا؟ لأنه 90% من الثروة الحيوانية في دارفور وكردفان والذي شنوا عليها الحرب يا أخي الكريم. الحاجة الثانية، أنا أؤكد لك، تخيل أنه البرهان هو مسؤول من تهجير كل القبائل الموجودة في معسكرات الجنين وزالينجي
ونيالة وهو كان قايدها. الزول الثاني المسمي ده مسؤول من التهجير. طيب من سيد مرشوك أنت لا تريد الإجابة على سؤالي. أنتم تقولون وقائد قوات الدعم السريع يرحب بالمبادرات ويؤكد التزامه بها، بينما هو لا يلتزم بقرار مجلس الأمن ويستمر في حصار الفشل. أنت أكدت في حديثك الآن بأنكم تسيطرون على كافة المناطق في دارفور ما عدا هذه المنطقة التي تسمونها الفشل وتحاولون تحريرها. هل تحرير الفشل هو عبارة عن قتل الناس وحصارهم وعدم إعطائهم الفرصة للعيش بأمان؟ أبدا 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 يا أختي الكريمة، عند صدور هذا القرار مباشرة كان كل القادة في الفاشل وغيرهم من القيادة العليا إلى غيرها يتناقشوا، فجأة توجدوا أن الاستخبارات العسكرية بتحرض في الحركات المسلحة وتم الهجوم علينا في نفس اليوم، في نفس يوم القرار. وبالتالي إحنا ندافع عن نفسنا الآن يا أختي الكريمة. الآن هنالك تحشيد بتاع قبائل وغيره في شمال في شمال دارفور، في المنطقه في الحدود ما بين ليبيا وتشاد وغيره. تحشيد قبلي بيدعموا دعمه مباشره بالبرخان والاسلحه تمشي عن طريق الدبه وغيره، نحن نعرف الكلام. وبالتالي نحن ندافع عن نفسنا وما في لا يمكن. شوف اذا انتم تدافعون عن نفسكم بحصار مدينه الفاشر وتجويع مواطنيها ومهاجمه ود النوره وغيرها من المناطق. اسمح لي بالعوده الى سيد عامر. سيد عامر، تلك الانتقالات من مساله من الذي بدا ومن الذي اثبت عليه الاذاعه والتلفزيون لا تجيب على السؤال الاساسي. البرهان يقول في كلمته اليوم انه واثق من النصر الكامل. اي نصر كامل ودارفور بالكامل ما عدا الفاشر تحت سيطرة الدعم السريع وغيرها من المناطق؟ الجيش لا يبدو أنه قادر على حسم هذه المعركة لا عسكريا ولا يريد حسمها سياسيا. أستاذ حياة، هذه الحرب في السودان لا تشبه أي الحروب، كل الحروب التي تجري الآن في العالم. هذه الحرب حشد لها قوات الدعم السريع وحشد لها أكثر من 130 ألف مرتزق، ولا زال الامداد مستمر عبر دول في الاقليم، ولا زالت الحدود عبر تشاد مفتوحه لهذا الامداد. القوات المسلحه تقاتل في معركه كبيره، في معركه هي مخطط دولي لاقعاد السودان كما تم في عدد من الدول الاخرى. اقول لعلي مجوك وهو وزير في هذه الحكومه التي الان يناهضها العداوه، يقول انه يريد ازاله اثار هذه الفترات، هو كان وزير في ذلك. الحكومة السابقة هي التي أنشأت قوات الدعم السريع. إذا كان يتحدث عن البرهان قائد الجيش، فالبرهان قائد الجيش كان يعمل معه حميدتي في الميدان، وهذه هي الحقائق التي لا يمكن إنكارها. وكان علي مجوك وديرا في هذه الحكومة، كيف له أن يتحدث الآن وبهذا يعني بهذه الادعاءات الفجة؟ القوات المسلحة تواجه مخطط خارجي. يعني صراحة سيد عامر ما تقوله يؤلم السودانيون أكثر مما يفرحهم. عندما تتحدث عن أن علي ماجوك أو يعني أيا ما كان الشخص، قوات الدعم السريع، حميدتي، كل هؤلاء خرجوا من رحم الجيش وعلى علاقة بالجيش، وكان الجيش هو الذي يرعاهم، ثم يمكث السودانيون لعام وأكثر من العام 14 شهرا وقاربت على 15 في حرب، وآتون هذه الحرب قتل وتشريد وتهجير وتجويع واغتصاب كل هذه الأمور، ثم يتحدث الفريق البرهان اليوم بثقة كاملة عن النصر الكامل. النصر الذي يتحدث عنه البرهان يثق فيه الشعب السوداني، لأن الشعب السوداني قرر أن هذه الميليشيا بعد أن استوقلت في دماء السودانيين وأعراضهم لا وجود لها على حياة السوداني، ولن يتم إعادتها لحياة السوداني مهما كلف الأمر. هذا هو الواقع الذي يتحدث منه البرهان. ولكن حديثنا عن أن علي مجوك وحميدتي وغيرهم كانوا يعملون مع القوات المسلحة ويعملون في النظام السابق، هذه حقائق التاريخ لا يمكن تجاوزها. يعني هؤلاء الأشخاص الآن يحاولوا أن يجرموا فترة كانوا هم أساسا فيها، كانوا هم الذين يقاتلون في الميدان، كانوا هم الوزراء موجودين فيها. يعني هذا التنصل والادعاء أنهم يحاربون فترة ظلامية وأن الفترة السابقة كانت فترة وكأنهم كانوا في حرب معها 30 عام، هذا كذب. الحركات المسلحة التي يقول الآن أنها خرجت من الحياد وخانت هذه الحركات، من الذي وقع معها اتفاق جبل السلام؟ وقع معها حميدتي هو الذي ذهب ووقع اتفاق جبل السلام. هذا الاتفاق هو الذي ينص على أن هذه الحركات المسلحة في حالة تعرض السودان لخطر وجودي عليها أن تقاتل مع القوات المسلحة، وكانت في الحياد لسبع أشهر، لكنها رأت أن الدعم السريع يقوم بقتل أهالي دارفور، قامت بقتل أكثر من 10,000 مواطن في دارفور هذه الميليشيا المتمردة، فكيف لهذه الحركات المسلحة تظل في الحياد؟ يعني هذا الكلام يخالفه الواقع ويخالفه الميدان.
القوات المسلحة الآن تقاتل، الشعب السوداني يقاتل معها، المقاومة الشعبية هذه مبررة من انتماءات سياسية، المقاومة الشعبية هذه إذا تم تسليحها بالقدر الكافي ستنتهي هذه الميليشيا، هذه الميليشيا المتمردة تجاوزت الخطوط الحمراء وأخلاق الحرب ولا يمكن إعادتها على مسرح العمل العسكري ولا السياسي. ولذلك أنا أقول لعلي مجوك مهما استوقتهم في دماء السودانيين ومهما توحشوا في هذه الحرب فإن نهاية هذه الحرب هو نزع سلاح هذه الميليشيا، ونهاية هذه الحرب هو تنفيذ غرار حل ميليشيا الدعم السريع. هذا هو الواقع الذي يجب أن نتحدث عنه، وكل الأكاذيب والترهات التي يتحدث عنها علي مجوك وقائد الميليشيا الذي لا يعرف محله. يعني بما أنك شخصنت الأمر مع السيد علي وهو لم يكن الأمر شخصي معك، فأريد أن أعود إلى السيد علي مجوك ليرد على ما قلته وليستمع. يعني هناك أسئلة وهناك اتهامات موجهة إليكم سيد علي من ضيفي، وهو يقول إنك كنت جزءا من هذه الحكومة وكنت جزءا من هذا النظام الذي تهاجمه الآن على شاشة التلفاز. يا أختي الكريمة، في فرق بين نظامين، في فرق بين نظام بيدير دولة وفي فرق بين نظام بتاع أقوام مسلمين دولي. نحن جينا باتفاقية مع أبو جانا مع مني نفسه يا أخي، وشاركنا ومني لما نتأكد تماما أنه هذه العصابة رجع تاني إلى التمرد، ومن ثم الشخص الوحيد الذي أقنعه يا أخي الفريق حميتي، ولما تأكد تماما أنه يمكن أن تلتحم أهل دارفور مع بقية أهل السودان أشعلوا هذه الحرب. ومن ثم ثانيا يا أخي، قبل من 2003 كان نفس هذه العصابة يا أخي تدي السلاح إلى قبائل أخرى لقتل أهل مني ومشاركتهم، وكان هذه العصابة بيقود الغريب المؤسف الذي وزع السلاح في دارفور كان البرهان، والذي وزع ياسر العطا في شمال دارفور. يا أختي الكريمة، نحن وضعنا الدرس تماما، وبالتالي هؤلاء يقول لك أنت مشارك يا أخي، ما نحن سودانيين ومواطنين، أنت بتوزع لنا الوطنية كيف يعني؟ الإساءة يا أختي، المشكلة الحقيقية في السودان أن الإنجليز يا أخي عند خروجهم الأتراك والإنجليز سلم رقبتنا يا أخي لهذه العصابة التي بموجودها مؤسسات من ضمن هذه المؤسسات استولت على المؤسسات العسكرية والمؤسسات المالية وغيرها وتأسست على الجيش. تخيل أنه من 1824 خرجوا أكثر من 40 ولا 50 دفعة بتاع الضباط، ماذا عملوا؟ هذه الضباط هم الذين دمروا وضحت الفكرة سيد علي من الجنوبيين. استمراركم كلامي في تبادل الاتهامات وجزء أنا بالنسبة لنا ما يهمنا الحرب الذي لا يؤدي في نهاية الأمر للأسف إلى وقف هذه الحرب ويظل فيها المواطن السوداني في كامل المعاناة. أنا أقول لك الحرب يا أختي الكريمة حتنتهي قريبا جدا. النهاية بتاعتك الآتي: واحد، نحن لا نسمح بهذه العصابة العنصرية التي كلها تتكون بجيشها من ثلاثة مناطق أو ثلاثة حلة نحن نسميها، لن نسمح بها عودة ثانية أخرى. اثنين، أن هذا التنظيم العالمي الذي يعتبر السودان قطر من دولة كبرى لا نسمح بهم الرجوع الثاني. ثاليا، نحن حنحرر هذه المناطق منطقة والمنطقة مع الشعب السوداني، وسوف نحقق العدالة في هذا المنطقة ونسلم الشعب السوداني أنه كيف يدير النفس. لكن أختي الكريمة، مهما يعملوا ومهما يسيئوا، ولكنك نسيت أن تذكر من الذي سيحاسب من ارتكب الجرائم بحق السودانيين، من الذي سيحاسب من انتهك منازل وحرمات السودانيين واغتصب نسائهم، من الذي سيحاسب من شرد السودان وشرد السودانيين لعام وأكثر من شهرين حتى الآن؟ هذه لن تذكرها. المسؤول يا أخي أشكر لك تماما، نحن بالنسبة لنا في الدعم السريع واضحين جدا ولا ندس رؤوسنا في الرمال، أن إحنا مستعدين لأي محاسبة حصلت كان من كان، وده تعليمات القائد بما من قائدنا إلى أعلى نيل. ده ثانيا. الحاجة الثانية، الذي يا أخي أوقف ثورة ديسمبر المجيدة دي ذاته، وبالرغم من أنه هذه الثورة هي عبارة عن انقلاب من نفسهم ذاته، نفس الإسلاميين ديل ذاتهم، وبالتالي رجوع انقلاب 25 أكتوبر بقيادة الإسلاميين، وسمح البرهان برجوع الإسلاميين وفصل كل القادة بتاع الثورة ديسمبر، وبالتالي أختي الكريم المسؤول مسؤولية مباشرة هو الحركة الإسلامية العنصرية ذات الطابع الجهوي. نعم، وضحت الفكرة. مناطقي، هذه هي الحركة يا أخي، ده المسؤولية. وضحت الفكرة، وهذه هي النقطة سيد علي، وأشكرك إلى هذا الحد. هذه النقطة كلا الطرفين سيظل طوال الوقت يلقي باللائمة على الطرف الآخر، وسيظل السودانيون كما تابعناهم اليوم مشردين، لا منازل لهم لا مأوى لهم، يعانون وتمر عليهم الأعياد طالما القيادات السياسية وطالما لا توجد هناك رغبة لدى أطراف هذه الحرب في وقفها بشكل حقيقي.
الحقيقي. شكرا جزيلا سيد علي مجوك مستشار قائد قوات الدعم السريع، كنت معنا عبر الانترنت. وشكرا جزيلا كذلك سيد عامر حسن عباس الخبير الأمني والاستراتيجي، كنت معنا عبر الانترنت من اسطنبول، لكما جزيل الشكر. نهاية هذه التغطية لتطورات الأوضاع في السودان، ويمكنكم دائما متابعة تطورات الأوضاع فيما يتعلق بالحرب الدائرة في السودان على الجزيرة مباشر وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالجزيرة مباشر. لكم تحياتي، أنا حياة اليماني، دمتم في أمان الله وحفظه.